بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نواصل على بركة الله حل تمارين الجذور الجزء السابع في هذا الجزء السابع احل تمارين انتم من طلبها يعني التمارين تسعة صفحة طلبتم تمارين تسعة صفحة ستة وعشرون والتمارين ستة وثلاثون صفحة تسعة وعشرون لكن قبل ان ابدأ نصيحة فقط عندما تطلبون التمارين لا تطلب التمارين يعني في التعليقات من الأفضل أن تطلب التمارين عن طريق صفحتي على الفيسبوك قلت لكم تجدون رابطها أسفل الفيديو لماذا؟ عندما تطلبون التمارين في التعليقات أحيانا لا أنتبه للتعليقات أحيانا لا أقرأها لا يكون لدي وقت لذلك من الأفضل أطلب التمارين عن طريق الصفحة حتى أنتبه لها بإذن الله نبدأ مباشرة مع التمرين تسعة صفحة ستة هو تمرين بسيط هذا التمرين تسعة هذا تمرين 9 صفحة ستة وعشرون هو تمرين بسيط ماذا قال لي قال لي عين القيمة المقربة إلى الجزء من عشرة بالنقصان بالنقصان والقيمة المقربة إلى الجزء من عشرة بالزيادة لكل عدد مما يلي يعني طلب القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة الآن نحن سوف نحل مثال واحد فقط لماذا؟ لأنه تمرين بسيط جدا وكل الأمثلة تحل بنفس الطريقة أنت كي تحسب القيمة المقربة يجب أولا أن تأتي بالآلة الحاسبة وتحسب كل عدد مثلا جذر 43 كم يساوي؟ جذر 16.5 كم يساوي؟ جذر 8 كم يساوي؟ جذر 7 وأضف له 13 كم يساوي؟ يعني أولا تحسب النتيجة مثلا أخذنا الآلة الحاسبة حسبنا جذر ثلاثة وجدناه يساوي ستة متان فاصل اثنان صفر واحد خمسة أربعة ثلاثة إلى آخره قلت كمثال فقط أنا لم أحسب هذا العدد لكن قلنا مثال نفرض أننا حسبناه وجدناه هكذا الآن القيمة التقريبية بالزيادة والنقصان ما هي بالزيادة والنقصان بالنقصان تترك العدد كما هو بالزيادة تضيف له الواحد لكن من هو هذا العدد الذي اتركه كما هو او اضيف له الواحد من هو يخبرك في التمرين مثلا في هذا التمرين قال لي جزء من عشرة ماذا نقصد جزء من عشرة جزء من عشرة نقصد القيمة التقريبية الى واحد على عشرة او عشرة أس ناقص واحد نفس الشيء هذه الكتابة وهذه الكتابة نفسها أقول لك أعطيني القيمة التقريبية بالنقصان أو بالزيادة إلى واحد على عشرة أو إلى عشرة أس ناقص واحد هي نفسها أو جزء من عشرة هذه التعبيرات الثلاثة هي نفسها الجزء من عشرة واحد على عشرة أو عشرة أس ناقص واحد هذا وهذا ماذا يساوي؟ يساوي صفر فاصل واحد ماذا يقصد لك جزء من عشرة؟ يقصد لك تعامل مع الرقم الأول بعد الفاصلة هذا ما يقصد جزء من عشرة لو قال لك جزء من مئة هي صفر فاصل صفر واحد يعني معناها تعامل مع الرقم الثاني بعد الفاصلة لو قال لك جزء من ألف يعني واحد على ألف أو عشرة أس ناقص ثلاثة هذا عشرة أس ناقص واحد أو واحد على عشرة هذا عشرة أس ناقص اثنان أو واحد على مئة وهذا عشرة أس ناقص ثلاثة أو واحد على ألف يعني أستطيع أن أكتب هذه وأستطيع أن أكتب هذه عشرة أس ناقص ثلاثة هي صفر صفر واحد يعني يقصد لك تعامل مع الرقم الثالث بعد الفاصلة هكذا يعني كل تعبير له دلالة في هذا التمرين قال لي جزء من عشرة يعني واحد على عشرة أو عشرة أس ناقص واحد التي تساوي صفر واحد يعني قال لي هذا التقريب بالنقصان أو بالزيادة لمن؟ لمن؟ هو للرقم الأول بعد الفاصلة، واحد على عشرة، صير فاصل واحد، يعني هو للرقم معناها سوف نتعامل مع هذا، الرقم الأول بعد الفاصلة، الآن بسيطة جدا التقريب بالنقصان بالزيادة بالنقصان تتركه كما هو، ستة فاصل سبعة، بسيطة، التقريب بالنقصان تتركه كما هو. بالزيادة تضيف له واحد هكذا جميع الأمثلة هكذا بكل بساطة هنا يصبح ستة فاصل تقول لي يا أستاذ لماذا لم تضف واحد إلى الستة لماذا أضفت واحد إلى الثمانية قلت لكم قال لي واحد على عشرة جزء من عشرة يعني قال لي تعامل مع الرقم الأول بعد الفاصلة هو يخبرني من, من هو الرقم الذي أتعامل معه ليس من عندي هو قال لي جزء من عشرة يعني رقم بعد الفاصلة بالنقصان أتركه كما هو بالزيادة أضيف له واحد لو قال لي جزء من 100 يعني صفر واحد يعني أتعامل مع هذا الرقم الثاني بعد الفاصلة بالنقصان كما هو يبقى 6.72 بالزيادة أضيف واحد أين أضفت واحد هنا لأنه قال لي جزء من 100 يعني الرقم الثاني بعد الفاصلة لو قال لي جزء من ألف يعني عشرة أس ناقص ثلاثة يعني صفر صفر واحد يعني أتعامل مع الرقم الثالث بعد الفاصل ها هو الرقم الثالث بعد الفاصل بالنقصان دائما يبقى العدد كما هو بالنقصان لا أنقص بالنقصان يبقى كما هو لكن بالزيادة أضيف هنا بالنقصان ستة وعشرون بالزيادة ستة أضيف الواحد للرقم الذي طلبه مني هكذا بكل بساطه وكل التمرين يعني يحل بهذه الطريقه جميع الامثله بهذه الطريقه تحسب بالاله الحاسبه ثم تنظر الى الرقم الاول بعد الفاصله بالنقصان تتركه كما هو بالزياده تضيف له واحد لا داعي للاطاله مادام التمرين سهل الان نذهب مباشره الى حل التمرين 36 الصفحه 29 ننظر ماذا يقول هذا التمرين 36 ها هو التمرين أين هو ها هو التمرين ستة وثلاثون ماذا يقول يقول x y z أطوال أضلاع مثلث هذه هي أطوال أضلاع مثلث x يساوي y يساوي z يساوي قال لي أكتب كلا من العددين x مربع و y مربع على الشكل a زائد b جذر ثلاثة يقول لك أكتب على الشكل a جذر ثلاثة أو b جذر ثلاثة هذا المعتاد الآن قال لك عدد زائد بجذر ثلاثة يعني نضيف له عدد وهي بسيطة يعني لا تخافوا عندما تروا هذه الكتابة ب بجذر ثلاثة تقول أنا أعرف أكتبها أكتبها على شكل بجذر ثلاثة لكن من أين آتي بالآ لست أنت من تأتي به يعطيك عدة جذور أحدها يحسب هكذا نجد أ بكل بساطة بجذر ثلاثة لا أتحدث عنها تعلمنا كيف نجدها الآن الآ من أين تأتي به لا تخف ولا تقلق هو يعطيك عدد يحسب مثلا يعطيك جذر واحد وثمانون ماذا يساوي يساوي تسعة وجدنا الأ يعطيك مثلا جذر خمسة وعشرون جذر خمسة وعشرون ماذا يساوي يساوي خمسة وجدنا الأ بكل بساطة يعطيك جذور تبسط كي تجد بـ عن طريقها بجذر 3 ثلاثة ويعطيك جذر يحسب لا تبسطه تحسبه مباشرة جذر ستة وثلاثون يساوي ستة تجد الآن نحل كي نفهمه أكثر قال لك اكتب كل من عدين اكس مربع واي مربع شكل ا زائد جذر ثلاثة نبدا مع X مربع اولا قبل ان نكتب اكس مربع نكتب اكس ماذا يساوي قال لي اكس يساوي جذر ثلاثة جذر كبير ثلاثة زائد جذر سبعة وعشرون لكن هو لم يقل اكتب اكس على الشكل أ زائد بجدر جذر ثلاثة قال اكتب اكس مربع على الشكل أ زائد بجدر جذر ثلاثة ليس اكس اكس مربع معناها هنا أضع المربع اكس مربع ماذا يساوي اكس يساوي هذه العبارة معناها اكس مربع يساوي هذه العبارة مربع هي جذر ثلاثة زائد جذر سبعة وعشرون كل مربع يعني تستطيع ان تضع الاقواس وتستطيع ان لا تضع الاقواس لا تضع القوس مباشره تضع المربع فوق الجدر هنا كما تريد الان ماذا درسنا سابقا؟ قلت لكم سابقا إذا كان العدد الذي تحت الجذر هو عدد موجب فإن المربع يذهب مع الجذر إذا كان موجب ننظر هل هذا العدد موجب أم سالب؟ هو عدد موجب ثلاثة هو موجب جذر سبعة موجب والموجب زائد الموجب موجب عندما يكون العدد موجب لا توجد مشكلة يذهب المربع مع الجذر ماذا يبقى؟ يبقى ثلاثة زائد جدر سبعة وعشرون، انظروا يا أحبائي بكل بساطة كتبت على الشكل أ زائد ب جذر ثلاثة، عفوا عفوا آه نكمل نكمل عفوا أعتذر لم نكتبها بعد لأن لدي جدر سبعة وعشرون يبسط وتساوي ثلاثة زائد جذر سبعة وعشرون ماذا يساوي؟ يساوي تسعة في 3 إذا إكس مربع ماذا يساوي؟ يساوي 3 زائد جدر 9 كم يساوي؟ يساوي 3 وجدر 3 لا يحسب يبقى كما هو، انظروا بسيطة جدا كتبت له إكس مربع على الشكل أ آه. ها هو أ آه. زائد بي ها هو بي في جدر 3 هو جدر 3، انظر دائما أقول لكم عندما تركزون رياضيات بسيطة فقط ركزوا وعملوا بجد واجتهدوا بسيطة كتبت له أ آه. قال لي إيجراج مربع نفس الشيء تعمل نفس العمل أكتب أولا إيجراج ماذا يساوي إيجراج يساوي جذر كبير ناقص ثلاثة زائد جذر اثنا عشر مربع يساوي ولم لم يقل لي اكتب إيجراج اقرأ السؤال جيدا قال لي اقرأ مربع هو من نكتبه أزائد بجذر ثلاثة ماذا يساوي يساوي جذر كبير ناقص ثلاثة زائد جذر اثنا وأضع المربع هنا فوق الجذر أو أضع الأقواس وأضع المربع لا توجد مشكلة قلنا نفس الشيء إذا كان هذا العدد موجب يذهب المربع مع الجذر ننظر هل هذا العدد موجب أو سالب تقول يا أستاذ سالب لا أقول لك هو موجب لماذا لأن جذر 12 لو حسبته بالآلة الحاسبة تجد 3 فاصل هذا جذر 12 هو عدد أكبر من 3 مدام الموجب أكبر من السالب كيف تكون النتيجة؟ تكون النتيجة موجبة لا تنظر إلى هذا العدد فقط نحن نحتاج النتيجة النتيجة هي التي تكون موجبة لا لم أقل لك الأعداد سالبة أو موجبة لا يهمني الأعداد يهمني النتيجة ناقص ثلاثة هو عدد سالب جذر 12 هو عدد موجب جذر 12 اكبر من ناقص 3 هذا العدد الموجب اكبر من السالب كيف تكون النتيجه تكون النتيجه موجبه ما دام النتيجه موجبه يا احبائي يذهب الجذر مع المربع ماذا يبقى لنا يبقى لنا ناقص 3 زائد جذر 12 نبسط جذر 12 كما فعلنا سابقا اقراغ مربع ماذا يساوي يساوي ناقص 3 زائد جذر 12 كيف نبسطه 4 في 3 إذا إيكغريك مربع ماذا يساوي يساوي ناقص 3 زائد جذر 4 ماذا يساوي يساوي 2 وجذر 3 لا أحسبه لأن الفاصلة غير منتهية انظروا كتبت إيكغريك مربع على شكل أ زائد ب جذر 3 بسيطة يا أحبائي الآن ماذا قال لي بعد ذلك كتبت إكس مربع و وإيكغريك مربع بعد ذلك قال لي اكتب العدد زاد مربع على الشكل أ ثلاثة الآن زاد قال لي اكتبه على الشكل أ ثلاثة ليس أ زائد ب ثلاثة أ ثلاثة فقط ما هو زاد نكتب زاد قبل أن نكتب زد مربع زاد ماذا يساوي يساوي جذر جذر خمسة وسبعون إذا زاد مربع ماذا يساوي يساوي جذر جذر خمسة وسبعون مربع قلنا اذا كان العدد هنا موجب يذهب الجذر على المربع وهذا جذر 75 هو عدد موجب لو حسبته بالآلة الحاسبة تجده على ما أظن 8 فاصل عد موجب إذا زاد مربع يساوي الجذر يذهب مع المربع ماذا يبقى لدي جذر 75 درسنا سابقا كيف نبسط جذر 75 هو 25 في 3 إذا زاد مربع ماذا يساوي جذر 25 يساوي 5 وجذر 3 لا أحسبه لأنه عدد بالفاصلة غير منتهية انظروا يا احبائي هذا التمرين يبدو معقد ويبدو صعب جدا لكن عندما تركزون تجدونه انه تجدون انه تمرين يعني بسيط ليس تمرين صعب او تمرين معقد، ثم اخر سؤال قال لي بين ان هذا المثلث هو مثلث قائم، طبعا كي نبين ان المثلث قائم نستعمل نظريه فيتاغورس العكسيه يعني انا فيما مضى درستكم طاليس وطاليس العكسيه توقفت أتيت إلى الجذور الآن عندما نكمل الجذور سوف أعود إلى فيتاغورس وفيتاغورس العكسية ماذا تقول فيتاغورس العكسية هي بسيطة تقول إذا كان لديك طول مربع يساوي طول آخر مربع زائد طول آخر مربع فإن هذا المثلث قائم نظرية فيتاغورس العكسية سهلة جدا لديك عدد مربع أحسبه ولديك عددين أخرين مربع مربع أحسبهما إذا وجدت النتيجة هذه الطرف الأول يساوي الطرف الثاني فهذا المثلث هو مثلث قائم وطبعا هذا العدد الذي يكون وحده دائما يكون أكبر من هذين العددين لا تقل يا أستاذ ما هو العدد الذي أضعه هنا وما هما العددين اللذان أ... أضعهما هنا دائما العدد الأكبر هو الوتر العدد الأكبر دائما يكون هنا لوحده نحن نبحث ماذا وجدنا وجدنا x مربع يساوي 3 زائد 3 جذر 3 y مربع يساوي ناقص 3 زائد 2 جذر 3 وz مربع يساوي 5 جذر 3 هنا نبدأ بزاد مربع لماذا ابدا بزاد مربع؟ لانه هو الاكبر، تقول يا استاذ كيف تعرف انه الاكبر؟ يمكنك استعمال الاله الحاسبه، اكس مربع يساوي ثلاثه زائد ثلاثه جدر ثلاثه، احسبها بالتقريب ليس لا بالضبط بالتقريب فقط، تجدها مثلا هي مثلا اربعه فاصل او خمسه فاصل، مربع هي ناقص ثلاثه زائد اثنان جدر ثلاثه، حسبناها سابقا، احسبها ايضا بالاله الحاسبه واحسب زاد مربع، احسب كل عدد على حده تعرف ما هو العدد الاكبر، اذا زاد مربع هو هو الأكبر هو خمسة جذر ثلاثة زاد مربع يساوي خمسة جذر ثلاثة انظروا حسبت الوتر لوحده الآن أجمع إكس مربع و مربع أجمع الضلعين المتبقيين إذا وجدت نفس النتيجة إذا وجدت هذه النتيجة تساوي هذه النتيجة فهذا المثلث قائم إذا زاد مربع لوحده يساوي خمسة جذر ثلاثة x مربع زائد y مربع ماذا يساوي وجدناهما سابقا من الأسئلة السابقة x مربع وجدناها سابقا تلاتة زائد تلاتة جذر تلاتة هذه x مربع نضيف لها y مربع y مربع وجدناها سابقا ناقص تلاتة زائد اثنان جدر تلاتة ناقص تلاتة زائد اثنان جذر تلاتة انظروا يا أحبائي على ماذا نتحصل تلاتة ناقص تلاتة صفر ماذا يبقى؟ يبقى 3 جذر 3 زائد 2 جذر 3 ماذا يساوي؟ يساوي 5 جذر 3 انظروا يا أحبائي هذا لوحده الأكبر الأطول هذا الضلع الأطول الذي يكون طوله هو الأكبر حسبته لوحده وجدته 5 جذر 3 الآن الضلعين الباقيين يعني الأصغر منه أحسبهما معا وجدتهما 5 جذر 3 الآن ما دام هذا الأطول يساوي هذين معا إذا فحسب نظرية فيتاغورد العكسية المثلث هذا المثلث المثلث لا أعرف كيف اسمه لا يهمنا الاسم هذا المثلث ما لا يهمنا اسمه اسمه عفوا هو مثلث قائم انظروا بسيطة جدا وطبعا آه أظن أنها بسيطة ومفهومة لكن الذي لم يفهمها قلت لكم سوف أشرح فيتاغوت وفيتاغوت العكسية بإذن الله بعد أن ننتهي من الجذور بالتوفيق يا أحبائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته